مزيكا فام الإذاعة الأولى في تونس. أسماء بن حسن، مديرة الوطنية لمشروع المبادرة التونسية للعمل الشامل. نحب نقدم مشروع قانون المبادرة الذاتي، دونك هو مشروع يورينا أعطانا إطار تشريعي جديد سورتو باش يسمح للعملاء غير المهيكلين، الناس اللي تخدم لحسابها الخاص وحدها، باش إنها تهيكل المشاريع نتاعها عن طريق إطار قانوني وتشريعي بلوز انسيتاتيف، معناها في وسطو امتيازات وفي وسطو معناها الإجراءات أسهل، معناها بالنسبة للشباب وغير الشباب من الأنظمة الحالية الموجودة. دونك مشروع المبادرة الذاتي ويستهدف أي تونسي يخدم لحسابه الخاص، يحاول إنه باش إنه رقم عملياته ما تتجاوز 75,000 دينار ويخدم وحده في العديد والعديد من الأنشطة والقطاعات. دونك نحن معناش قطاعات مستثنى. شنو القانون هذا فيش، شنو الاختلاف نتاعو مع الأنظمة الفايتة؟ دونك هنا الشخص موش باش يعمل بتيندا، ولكن باش يحاول يسجل في سجل المبادرة الذاتي، وهي منصة إلكترونية باش يسجل فيها، ياخذ شهادة اسمها شهادة المبادرة الذاتي، يبدا يخدم على روحه. كل 3 أشهر باش يصرح بالمداخيل نتاعو، باش يحاول يخلص مساهمة واحدة تغطي في نفس الوقت المساهمة الاجتماعية والأداءات نتاعو. في سنته الأولى الشاب أو المواطن التونسي، أنا مش لأنه ما يستهدفش فقط الشباب، باش يكون معفى من دفع المساهمة الوحيدة كسوى الأداءات أو معناها التغطية الصحية الاجتماعية اللي باش تكفل بها الصندوق الوطني للتشغيل. وفي السنة الأولى كما قلت لك هو معفى من معناها استخلاص الأداءات. اليوم علاش القانون هذايا؟ القانون هذايا على خاطر لاحظنا في تونس اللي فما أكثر من 600,000 شخص يخدم الحساب الخاص، بتبيع لي شي في ما يمكن يكونوا أكثر يمكن يكونوا أقل، ولكن الإحصائيات الأخيرة اللي قام بها المعهد الوطني الأوبسيرفاتوار معناها المرصد الوطني للكفاءات والتشغيل يقول لي عندنا 1435,000 شخص يخدموا لحساب معناها كانفورمال، معناها دي ترافايور انفورمال، فيهم معناها 40% 45% هما يخدموا وحدهم. دونك الناس هذيا يستهدفها القانون هذايا، مع العاطلين عن العمل، مع الناس كي سون انكتيف. دونك نلقاو على القليله فما 600,000 ينجم انه يستهدفهم القانون هذايا. ياسين خليل، مدير مركز اعمال الكاف. اليوم انا نظموا المنتدى الجهوي للاستثمار التشغيل الكاف تحت شعار من الجائحة إلى خلق مواطن الشغل والنهوض بالمبادرة. التظاهرة هذه نظمها بالشراكة مع جمعية أسوسياسيون كومباني. التظاهرة هذه حبينا نعرف بها مختلف الإجراءات اللي تم اتخاذها من طرف الحكومة لفائدة المؤسسات المضرة وجائحة كورونا. كما نعرف كنا معناها ظرف صعيب تعدى علينا في العالم أجمع، ثم زوز قوانين قانون المبادرة الذاتي وقانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامن، هما حبينا نعرف بهم وحبينا نقربوا المعلومة لأصحاب أفكار مشاريع وأصحاب مؤسسات كيف حاضرين معنا مؤسسة التمويل باش يعرفوا بمختلف البرامج ومختلف خدماتهم، وإن شاء الله يكون يوم ناجح وندعم فيه الفائدة للحاضرين.